بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب الإشارة والنص على أبي جعفر عليه السلام من كتاب الكافي الشريف في هذا الباب يروي الكوليني رضوان الله تعالى عليه بعض الروايات الدالة تصريحا او تلميحا على امامه الامام الباقر عليه الصلاه والسلام فضلا عما مر من الروايات العامه التي تشمل الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام الحديث الاول من احاديث هذا الباب لما حضر علي بن الحسين الوفاة قبل ذلك أخرج سفطا أو صندوقا عنده فقال يا محمد احمل هذا الصندوق قال فحمل بين أربعة فلما توفي جاء إخوته يدعون ما في الصندوق فقالوا أعطنا نصيبنا في الصندوق فقال والله ما لكم فيه شيء ولو كان لكم فيه شيء ما دفعه إليه وكان في الصندوق سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وكتبه حصل هذا الحديث أن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام حينما حضرته الوفاة أوصى إلى الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام وسلمه ودائع النبوة وقد ذكرنا فيما مضى ان من ودائع ومواريث النبوه والامامه كتب الانبياء التي نزلت عليهم كالتوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم والكتب التي نزلت على ادم وعلى ادريس وعلى نوح وغيرها من الكتب وكانت حسب ما في بعض الروايات 104 وأربعة كتب هذه كلها ورثها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أورثها أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام والأئمة عليهم السلام وكذلك كانت مواريث الأنبياء بعض ما كان به معاجزهم مثل عصا موسى وخاتم سليمان وقميص يوسف وغير ذلك مما قد ذكرناه فيما مضى هذه مواريث الانبياء والائمه عليهم الصلاه والسلام هذه تكون بيد النبي او الوصي للنبي وهي من علائم الامامه كما ايضا مر ذلك مفصلا وكل امام حينما حضرته الوفاه سلمها للامام الذي يليه تاره كان التسليم خفيه لبعض الجهات وتاره كان التسليم علنا لكي يعلم الاخرون بان هذا هو الامام وانه هو الوصي من جملتها ما صنعه الامام زين العابدين عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى هذه المواريث، فقد سلمها إلى الإمام الباقر علناً، فلما توفي الإمام زين العابدين بالسم ومضى، جاء إخوته يطالبون نصيبهم من الميراث من ذلك الصندوق، لأن الأنبياء والأئمة بالنسبة إلى الميراث حالهم كسائر الناس، لأن أحكام الشريعة تجري على الجميع، ومن جملتها الميراث، الأنبياء يورثون، قال الله سبحانه وتعالى: وورث سليمان داوود، وقال سبحانه وتعالى في قضية زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وكان يحيى عليه السلام وارثا لزكريا، وكلاهما كانا نبيين. وهكذا رسول الله محمد صلى الله عليه واله يورث ورثته، ولذلك زوجات الرسول ورثنا الثمن، لان رسول الله صلى الله عليه واله كان له فاطمه سلام الله عليها، والميت اذا كان له ولد سواء كان ذكرا ام انثى فلزوجاته الارث الثمن. وهذا الثمن وزع بين الزوجات وكنا تسعه حين وفاه رسول الله صلى الله عليه واله. فالثمن للزوجات ويبقى سبعه اثمان هي لفاطمه الزهراء سلام الله عليها لان سائر اولاد الرسول كانوا قد توفوا في حياته صلى الله عليه واله. وهذا الارث حاله كحال بقية المواريث التي يرثها الناس يقسم بين الورثة. القسم الثاني ما لم يكن ملكا شخصيا، وإنما كان أمانة بيد الأنبياء أو الأوصياء. فهذا لا يرثه الورثة، لأنه أصلا هو مو ملك لوالدهم مثلا. وإنما هو أمانة بيده، والله سبحانه وتعالى أمر بتسليم ذلك الشيء إلى الوصي أو النبي الذي من بعده، فمواريث الأنبياء اللي من القسم الثاني اللي هي ترتبط بالمنصب، منصب النبوة أو الإمامة، هذه انتقلت من نبي إلى وصي إلى أن وصلت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. وهو سلمها لامير المؤمنين ومن امير المؤمنين الى الحسن ومن الحسن الى الحسين ومن الحسين الى الامام زين العابدين ومن الامام زين العابدين الى الامام الباقر فلذلك الامام الباقر بين لاخوته انه ليس لهم نصيب في هذا لانه هذا لم يكن ملكا لكي يرثه الورثه، لكي يرثه الورثه. ماذا كان؟ هذه كان علامة للنبوة وللإمامة ولجهات أخرى قد ذكرت فيما مضى. لذا في هذا الحديث وكان في الصندوق سلاح رسول الله صلى الله عليه واله، وهو من علائم الإمامة كما مر، لأن سلاح الرسول كتابوت بني إسرائيل. تابوت في بني إسرائيل كان علامة النبوة. آه سلاح رسول الله صلى الله عليه واله في هذه الامه هو علامه الامامه. سلاح الرسول وكتب الرسول، المقصود الكتب التي وصلت الى الرسول صلى الله عليه واله وهي كتب الانبياء. هذا بالنسبه الى الحديث الاول. الحديث الثاني ايضا بنفس هذا المعنى. أن في الصندوق كان العلم لأن العلم الكتب كانت أكثر من السلاح مئة وأربعة كتب هذه التي كانت في الصندوق يعني هذه الكتب التي نزلت على الأنبياء الماضين سلام الله عليهم أجمعين مئة وأربعة كتاب ولا نعلم أن هذه الكتب كتبت في صحف وكيفية هذه الصحف وحجم تلك الكتب لا ندري ذلك ولكن بشكل اجمالي بين لنا ان هذه الكتب كانت بحوزه رسول الله وهي بعد رسول الله بحوزه الائمه وهي الان بحوزه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن سلاح رسول الله صلى الله عليه واله كان الاقل وقد مضى ايضا فيما سابقا تفاصيل هذا السلاح. لا ما درعه سيفه وما إلى ذلك فأكثر ما في هذا الصندوق كان من الكتب أيضا الحديث الثاني في هذا المضمار ويدل على أن الإمام زين العابدين أن الإمام زين العابدين سلم هذا الصندوق للإمام الباقر علنا أما إنه لم يكن فيه دينار ولا درهم ولكن كان مملوءا علما يعني اكثره كان علما ولكن قسم منه كما في الحديث الاول كان السلاح الحديث الثالث ايضا يدل على هذا المعنى الحديث الثالث عن الحسين ابن ابي العلاء عن ابي عبد الله الامام الصادق عليه الصلاه والسلام قال سمعته يقول إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ابن حزم أن يرسل إليه بصدقة علي وعمر وعثمان، وإن ابن حزم بعث إلى زيد بن الحسن وكان أكبرهم، فسأله الصدقة، فقال زيد: إن الوالي كان بعد علي الحسن، وبعد الحسن الحسين. وبعد الحسين علي بن الحسين وبعد علي بن وبعد علي الحسين محمد بن علي فبعث إليه فبعث ابن حزم إلى أبي يعني الإمام الصادق يقول بعث ابن حزم إلى أبي الإمام الباقر فأرسلني أبي بالكتاب إليه حتى دفعته إلى ابن حزم فقال له بعضنا يعرف هذا ولد الحسن قال نعم كما يعرفون ان هذا ليل ولكنهم الى اخر الحديث حاصل هذا الحديث هو انه عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم هذا حينما تبوأ السلطة هذا كان في زمان الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام لأنه في حدود السنة المائة من الهجرة الإمام زين العابدين توفي مسموما في سنة أربعة وتسعين أو خمسة وتسعين ففي سنة مئة حينما كان عمر بن عبد العزيز حاكما على البلدان الاسلاميه كان في زمان الامام الباقر، بالنسبة إلى عمر بن عبد العزيز البعض يمدحه، لماذا؟ لأنه منع سب أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، لأن معاوية سن السب في طول بلاد الاسلام وعرضها كان في الخطب وخاصه خطب الجمعه يسب امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام هذا من زمان معاويه انت احسب في سنه اربعين الى زمان عمر بن عبد العزيز يعني حوالي ستين عاما وايضا حكام بني اميه كانوا قد استهتروا واظهروا البذخ واستاثروا بالسلطه والمال هذه الامور سب امير المؤمنين علي والاستئثار بالسلطه والمال سبب تقويض ملك بني اميه عمر بن عبد العزيز كان داهيه فشعر بأن هذه الأمور إذا استمرت راح ملك بني أمية يزول لذلك بدهائه أولا منع سب أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام في قضية مفصلة اتفق ويا واحد نصراني حسب ما في بعض التواريخ أن يأتي إليه ويخطب بنته في المجلس العام هذا النصراني معروف بأنه نصراني أجا في المجلس العام وخطب بنت عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز قال له أنك نصراني ولا يجوز زواج المسلمة بالنصراني لأن أنت كافر الكافر لا يجوز أن يتزوج مسلمة فهذا النصراني قال للزين أنتم تقولون أن علي بن أبي طالب والعياذ بالله كان كافراً فكيف رسول الله زوجه بنته فاطمة الزهراء؟ وأنت هم اقتدي بالرسول زوج بنتك لكافر، فهنا عمر بن عبد العزيز استشار من حوله يعني إما نقول أنه الحكم صحيح وقد ورد في القرآن الكريم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم إما تتنازل من الحكم هذا يصير خلاف القرآن وإما تتنازل عن ما كنت تزعمه من كفر علي بن أبي طالب سلام الله عليه فبالنتيجة عمر بن عبد العزيز بهذه المسرحية وهذه التمثيلية أمر بمنع سب امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام لكن هذا ما كان لحبه لعلي بن ابي طالب وانما كان دهاء لابقاء ملك بني اميه الشيء الثاني اظهر التقشف والزهد ومنع العطايا ال... التي كانت تستاثر بها بنو اميه وما الى ذلك، لكن بنو اميه لم يفهموا او ما ارادوا ان ينصاعوا الى ما كان يفعله عمر بن عبد العزيز. فلذلك حسب ما يروى انهم دسوا اليه السم وقتلوه. وبعد عمر بن عبد العزيز من جاء من حكام بني اميه هؤلاء رجعوا إلى سب أمير المؤمنين ورجعوا إلى البذخ العام والاستئثار بالسلطة والمال، ما فهموا مغزى عمل عمر بن عبد العزيز، وهذا كان من أسباب تقوض ملكهم في سنة 132 أو 38 زال ملك بني أمية. سبب هذه الأفاعيل التي اراد عمر بن عبد العزيز بتصرفاته ان يقف امام زوال ملك بني اميه على كل حال زين عمر بن عبد العزيز اول ما وصل الى الخلافه حسب هذا الحديث الشريف ماذا فعل كتب الى واليه على المدينه اللي هو محمد بن عمر ابن حزم الانصاري كتب أنه اكتب لي جرد باوقاف علي وعمر وعثمان ابا ب... لان ابا بكر لم تكن له اوقاف اما عمر اوقف اوقاف عثمان اوقف اوقاف وعلي امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام اوقف اوقاف واوقاف امير المؤمنين كانت اكثر لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في 25 سنة حينما كان قد أقصي عن السلطة في هذه السنوات زرع وعَمَّر أراضي كثيرة وأوقفها عمل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أولا هو المفروض كان المسلمون يستفيدون من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لكنهم أقصوه، وهذا من شقاء الأمة، حيث أنه علي بن أبي طالب بدل أن يبين العلم لهم، بدل أن يسوسهم بما أمره الله سبحانه وتعالى، يُقصى عن السلطة بحيث أنه يضطر يروح يصير كالفلاح يحيي الأراضي ويزرعها. لكن من طرف اخر امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام انشا مشروع اقتصادي للائمه من بعده، لان السلطات حاربوا الائمه اشد محاربه، ومن جملتها انه قطعوا عنهم الاموال وطرق الاموال، لكن كانت الاوقاف بيد الائمه اوقاف امير المؤمنين، والجميع يعلم بان هذه اراضي ميته كانت وامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام هو الذي احياها شق فيها الانهار والعيون وزرع فيها النخيل فصار مشروع اقتصادي لا يتمكنون من مصادرته، ما عندهم مبرر لمصادرته، هسه فدك صادروا لانه هذه كانت لليهود وصالحوا رسول الله صلى الله عليه واله والله سبحانه وتعالى افاءها على رسوله ورسوله صلى الله عليه واله وهبها لفاطمه زين اجوا وطلعوا نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه انه باي دليل الرسول نحله نحلها فاطمه يعني كان يمكن تزوير بعض الحقائق لكن بالنسبه الى اوقاف علي عليه الصلاه والسلام لم يتمكنوا من فعل ذلك لذا بقيت بيد الائمه معاويه اراد ان يجرد الأئمة من هذا المورد المالي الدائم في ينبع هو ميناء قرب المدينة المنورة أمير المؤمنين غرس فيه آلاف الأشجار النخيل لعله مئة ألف نخلة وشق فيها عشرات العيون فأراد معاوية أن يجفف هذا المصدر المالي المستمر فأراد أن يشتريه من الإمام الحسن بمئة ألف دينار يعني مبلغ مغري بس شنو لما الواحد يأخذ هذا المبلغ بالتدريج هذا المبلغ يصرف ينتهي لكن إذا هو بستان ويدر كل سنة أرباح هذا نبع لا ينضب الإمام الحسن رفض ذلك على كل حال عمر بن عبد العزيز أمر بإحصاء هذه الأوقاف لماذا؟ لعله كان يخشى من ثورة فأراد أن يعلم مقدار الأموال التي بيد هذه البيوت المعروفة يعني آل عمر وآل عثمان معروفون بين المسلمين آل علي عليه السلام معروفون بين المسلمين لعله واحد منهم يخرج فينازع بني أمية في الملك فاحنا لازم نشوف ذولا قد اموال بيدهم اي مقدار اموال بيدهم حتى شنو حتى السلطة تكون بعلم تتمكن اذا جد الجد ان تطوق هذه الجهة اذا ارادت ان تثور ضدهم في زمان الامام الباقر اكبر بني علي عليه الصلاة والسلام كان زيد بن الحسن زيد بن الحسن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام هذا كان أسن بني علي عليه السلام في إرشاد المفيد يقول وأما زيد بن الحسن عليه السلام فكان يلي صدقات رسول الله وأسن وكان جليل القدر كريم الطبع ظريف النفس كثير البر ومدحه الشعراء وقصده الناس من الآفاق لطلب فضله ثم قال ومات زيد بن الحسن وله تسعون سنة وأيضا الشيخ المفيد يقول وخرج زيد بن الحسن من الدنيا ولم يدع الإمامة ولا ادعاه له مدع من الشيعة ولا غيرهم الإمام الحسن كان له عدة أولاد كلهم خيرون بعضهم استشهدوا مع الامام الحسين في عاشوراء، وبعضهم مثل زيد والحسن المثنى لا بقوا احياء، وتوفوا بعد ذلك، لم يدعون الامامه ولم يزاحموا الامام زين العابدين ولا الامام الباقر ولا الامام الصادق. هذا كان أسن بني هاشم بني علي عليه السلام فابن حازم والي المدينة أرسل إلى زيد بن الحسن يسأل شنو الصدقات اللي بيتكم فقال زيدون زيد قال الصدقات مو مرتبطة بيه يعني هذه الأوقاف ليست ترتبط به وإنما ترتبط بالإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، فقال زيد: إن الوالي يعني الذي يلي الأمور بعد علي الحسن، وبعد الحسن الحسين، وبعد الحسين علي بن الحسين، علي بن الحسين، وبعد علي علي بن الحسين محمد بن علي، يعني الإمام الباقر، ذاك المسؤول عن الصدقات، أنت اسأله فالوالي ارسل الى الامام الباقر الامام الباقر هو لم يحضر وانما ارسل الامام الصادق بكتاب يعني ورقه فيها احصاء كامل لهذه الصدقات الاوقاف الامام الصادق يقول فارسلني ابي بالكتاب اليه يعني الى ابن حزم حتى دفعته الى ابن حزم فقال له بعضنا شاهد هنا أنا. يعرف هذا ولد الحسن لأن محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن هذا ادعيت له الإمامة أو هو ادعاها زين إذا عمك زيد بن الحسن يقول هذا الكلام فكيف أنت تدعي الإمامة محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن يعني حفيد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ابن حفيد الإمام الحسن هذا ادعى الإمامة كيف يدعي الإمامة وعمه زيد ابن الحسن يقول هذا الكلام قال نعم الإمام الصادق قال نعم من ادعى الإمامة يعرف ذلك كما يعرفون أن هذا ليل يعني كان في الليل هذه القضية لكن بعض الأحيان الإنسان يعلم الحق وينكره أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم أن رسول الله على حق لكن لبعض الجهات رفض النبوة وحارب الرسول حتى نزلت فيه سورة من القرآن تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بس يمكن واحد من أبناء الأئمة يدعي الإمامة طبعا يمكن حامل ما ورد في ادعائهم الإمامة على التقية، وحتى إذا بعض الروايات وردت في ذمهم لعلها وردت مورد التقية، وفي أسناد بعضها إشكال، ولعلهم تابوا عن ذلك، ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم، أنت تريد إقامة العدل عن طريق الأئمة عليهم الصلاة والسلام. مو انه انت تتجاوز الأئمة وتطلب الحق بالباطل، ما لك حق تارة الإنسان يطلب الحق بالحق مثل زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه. زيد بن علي بن الحسين في الوافي هناك باب أن زيدا كان مرضيا عنه. هذا في زمان الإمام الباقر أراد أن يخرج، الإمام الباقر لم يأذن له ما خرج. في زمان الامام الصادق اراد ان يخرج الامام الصادق اذن له لكن أخبره انه انك مقتول قال ما يخالف حتى لو اقتل لقد ضاقت نفسي وكان من علماء ال محمد ولو تمكن لوفى كان يدعو الى الرضا من ال محمد لا يدعو الى نفسه ولو تمكن من السلطه لا وفى بما كان يقول، كان من علماء ال محمد. زيد طلب الحق بالحق. لكن تارة الانسان يطلب الحق بالباطل، وهذا عمله باطل. يريد ان يقيم الحق لكن عن طريق باطل. هذا ما يصير في الحديث الشريف "لا يطاع الله من حيث يعصى". انت تريد تقيم الحق لكن طريقك باطل، ما يصير. الحق منزه لذلك طريقه أيضا يكون لازم يكون حق ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم ولكنهم يطلبون الدنيا يعني الذي يدعي الإمام زورا هذا يطلب الدنيا لذا لا يطلب الحق بالحق بل يطلب الباطل بالباطل يعني يطلب الدنيا عن طريق مخالفة إمام زمانه عليه السلام هذا أيضا من الأحاديث التي فيها إشارة على أن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام كان الإمام من بعد الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.